السلام عليكم أعزائي أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. اليوم جايبكم شرح سريع لتعريب، مو تعريب والله، لتحويل اللغة الروسية بلعبة جي تي اي 5 للنسخة اللي نزلناها على صفحتنا. حجمها 57 جيجا، طبعا ملف تورنت. على العموم نروح على مكان اللعبة. هاي هسه أيقونة اللعبة مثل ما تشوفون، هذه أيقونة اللعبة، رايت كليك نروح على مكان تنصيب اللعبة. لح ننزل ندور على ملف هذا اسمه steam api.ini، نسوي الادت، تنزل للاخير. لح تلقي هنا أنا مثلا هسه هذا كان اذا موجود روسي ريس، يعني المهم فتحولها تشيلها من الروسي، تكتب انجلش هنا أنا، وتقول له سيف. هاي اذا ما سيف عندك، تجي هنا رايت كليك تتاكد انه الملف، اذا هنا ريد اونلي تشيل الريد اونلي وتقول له ابلاي او اوكي، وهاي خلاص ترجع تعدل مرتلخ، تحطه تكتب انجلش، اذا ما تغير ترجع تكتب هنا انجلش وتقول له سيف، وهاي خلاص. هذه كل ما يخص تحويل اللغة الروسية للغة الانجليزية بنسخة الجي تي اي 5. بالنسبة لتحميل اللعبة وبالنسبة للدخول الأونلاين وكل الشغلات الخاصة بالأونلاين وتحميل اللعبة تلقوها على صفحتنا على الفيسبوك وجروباتنا، وإذا ما لقيتوها فدزونا برسالة اطلبوها من عندنا، يعني مو هلا وشلونك شخبارك، اكتب لنا مثلا أنت تريد تحميل، تريد رابط تحميل حتى ندز لك رابط التحميل. يعني المحادثات هلا وشلونك شخبارك شنو الاخبار شكو ماكو شنو، هاي الصراحة ما راح اجاوبكم بها على صفحتنا الرئيسية. صفحتنا الرئيسية خاصة بالالعاب وخاصة بالشغلات اللي ننشرها على صفحتنا وعلى قناتنا. فشباب عندك شي مفيد تريد تستفاد، تريد رابط، تريد اي شي نساعدك تدلل. الشغلات الثانية ما راح تحصل اي جواب. تحياتي لكم ومع السلامة.